كان في سؤال ونتمنى نلقى له إجابة في دكة حامد. صحيح دكة حامد هنا نحل جميع المشاكل. بسم الله هذه بيسي. اسمع السؤال، هل الآن حنا صيف ولا شتاء؟ والله ما أدري، أنا الحين مصيف بليل. بالليل مصيف ويصلي فجر فروة. وتصلي فجر فروة. إيوش ما يعني الوضع إلى الآن. طيب انت وش رايك يعني بالشيء ذا؟ هل يعني والله ما كذا السنه ذي غريبه. اي والله ماشي، يعني انت ما تدري احنا الان بالصيف ولا بشتاء. والله ما ادري، ما في اجابه. طيب السؤال يا حامد، انت الان ودك انها الصيف ولا ودك الشتاء؟ والله شوف، ايه انا ودي الصيف. ودك الصيف، ممتاز. بس اللي قاهرني ان عندي جاكيتين، واحده لبستها مره واحده الحين ما لبستها. يعني انت ودك الشتاء يطول عشان الجاكيتات حقاتك؟ اي. طيب يا اخوي السنه الجايه تلبسها. السنه الجايه ايه تصير وحدها هي. ايه اليد هي هنا يعني تصغر يعني ما ولا انت ودك الصيف؟ ايه انا ودي الصيف بس من قهر عشان الجاكيتات. ايه بيومين بس كل وحده لبسها مره. طيب اسمع يا حامد، اسمع هذا. يقول لك في امريكي كاتب بالفيسبوك، ولد شباب، يقول ان امي تهددني انها بالصيف تبي ترسلني للخليج لانه الخليج حر عندنا. اي فاحنا الحين صرنا عقوب. انا صلاه تبي يصير رجال؟ ها تبي يصير رجال؟ والله كفو يعني. هي ممتاز. لا والله نذيبه امه، والله نذيبه. تبي تعلم المرجله؟ ايه. طيب يا حامد، بمناسبه انه اول شيء مناسبه الدكه الجديده، وغير ذلك بمناسبه انه احنا الان دخلنا موسم الصيف، حلو، ودي تقدم نصيحه للشباب، تحديدا الشباب يعني. إيه؟ طيب بمناسبة الصيف، اي مناسبة الصيف، ترى ريحتك اهم من شكلك. ثانيا نعم. ريحتك اهم من شكلك. لا بس انت تقي شفافة شوي النصيحة. هذا افضل. إيه افضل انه يكون شفاف. اي بدل ما اللي في الدور في يعني ناس ما تفهم. صح. يعني باختصار على بلاطة، وشو ريحتك اهم من شكلك في موسم الصيف. صحيح، ممتاز، الله يجزاك خير. الشباب يشكرونك على هذه النصيحة. اقول الحامد هو يقول الناس يحبون الصيف اكثر. اكيد. اقول له طيب الشعار اغلب قصايدهم بالشتاء، يعني ما يكتبون بالصيف. يا رجال الشعار، قل الشعار وسط. وسط وسط. طيب والله وسط. يوا انت اللي قلت. انا اللي قلت. طيب اخر سؤال يا حامد، وش المشكله الاكبر في الصيف وش المشكله الاكبر في الشتاء؟ انت رايك المشكله الاكبر انا بالصيف ايه انه حار، والمشكلة الأكبر اللي بشتى إنه بارد. الله يعطيك العافية، ما قصرت والله. الله يعافيك. أيوه. عموما يا حامد الله يعطيك العافية. الله يعافيك. بإذن الله الجلسة الجاية يكون دكتك جاهزة. كم يبي لها يوم ذي؟ يمكن 3 أيام 4 أيام كذا. ممتاز، 4 أيام إن شاء الله. وعاد جاك الصيف الحين. إي وزانت السوالف وزانت المواضيع وزانت الجلسة بعد. وزانت الجلسة. كفو والله.